ايضا الاتحاد السكندري ما شاء الله عمل نتيجتين متتاليتين، كسب طبعا العربي الكويتي ثم فاز على المحرق البحرين. الاتحاد السكندري ربما سنوات سابقه ما كانش مدينا احساس القوه والمنافسه ودايما بيهرب من الهبوط والحكايه والروايه. هل تحول الاتحاد السكندري في ثوبه الجديد الى منافس حقيقي وصل ربع النهائي دلوقتي دور ربع النهائي في البطوله العربيه وايضا نتائجه جيده في الدوري؟ اكيد يا كابتن مدحت طبعا، ولازم نشكر طبعا اكيد الحاج محمد مصلحي على اللعيبه اللي فعلا استقطبها للنادي الاتحاد ودفع فلوس بالملايين وساندهم بشكل كبير جدا أوي. جدا انا لقيت في الاتحاد يا كابتن فما كانش فيه الاستقرار ده. النهارده اي حد يتمنى بعد الاهلي والزمالك يعني بيراميدز طبعا موجود، لكن يلعب في عايز نادي شعبي نادي جماهيري هيروح على طول على نادي الاتحاد السكندري. استقرار مادي ومعنوي وجماهيري والنهارده الاداء كمان بقى ممتع في نادي الاتحاد. عنده لعيبه كتير، عنده دكه كمان قويه جدا يا كابتن، يعني ما شاء الله عنده لعيبه اساسيه كويسه قوي وعنده دكه يقدر يستغلها في اي وقت. فما شاء الله الاتحاد لا عنده النهارده بقى الحفاظ على المكسب داخل وخارج البلد معاه. وكمان في الدوري ماشي كويس قوي يا كابتن، صحيح، فدي حاجه نقطه تتحسب لهم بصراحه. طيب وانا بس انا مش عايز اغفل حاجه يا كابتن، دور الكابتن طلعت يوسف طبعا الدور الفني الكابتن طلعت عايز اكملها باللي انت قلته الكابتن هشام قاله ان الكابتن طلعت يوسف عمل بصراحه شكل تكتيكي كويس قوي، هو والكابتن محمد ابراهيم الثنائي كويسين جدا، عملوا شكل نادي الاتحاد السكندري سواء في الدوري او في بطوله العرب. فما نغفلش بس الدور الفني للكابتن طلعت يوسف تماما.